مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سكرتير التحرير. نطوف بين صالات التحرير في الجرائد المختلفة لنأتي لكم بالأخبار قبل أن تقرؤوها على صفحات الجريدة المفضلة لديكم. اليوم هي جريدة الأهرام. نبدأ هذه الفقرة بقراءة أهم وأبرز العناوين التي ستقرؤونها غدا على صفحات الجريدة في عددها الإسبوعي. صفحة جديدة لعلاقات التعاون المصري البرازيلي، لا تقنين لمخالفات المباني، مجالس استشارية في المحافظات بديلا عن المحليات. محصول القمح مبشر، 5600 جمعية تتولى التسويق. أول يوليو إخضاع 15 مليون وحدة سكنية و7000 مصنع للضريبة العقارية. التسجيل لاستخراج بطاقات تموين جديدة دون شروط أول الشهر المقبل. السبت محاكمة مبارك على الهواء مباشرة. إسرائيل تعتذر لمصر بعد الاعتداء على دبلوماسيين بكنيسة القيامة. طوادروس يبدأ زيارته الرسمية للفاتيكان. المعمل الجنائي، التعمد وراء حريق محكمة جنوب القاهرة. الوزارات لا ترد على شكاوى المواطنين. 25 من يونيو المقبل، نظر طعن النائب العام على بطلان تعييني. وعلى بوابة الأهرام الإلكترونية، وزير التعليم يصرح الثانوية والدبلومات الفنية والإعدادية شهادات معتمدة، وما نشر عن إلغاء الابتدائية غير صحيح. مفاجأة وزير الداخلية، مصلحة السجون لا تمتلك ما يفيد بأن الرئيس مرسي كان معتقلا بوادي النطرون وهرب. وأخيرا النائب العام يحيل بلاغا ضد الشاطر ومالك إلى نيابة أمن الدولة العليا، وبلاغات ضد أبو إسماعيل وآخرين للنيابة العسكرية بتهمة إهانة الجيش. معنا للتعليق على هذه الأخبار الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العظيم درويش. أهلا بك أستاذ عبد العظيم. أهلا بك يا أستاذ مجدي. لو بدأنا أستاذ العظيم من الخبر الرئيسي ويتحدث عن الصفحة الجديدة لعلاقات التعاون المصري البرازيلي في هذه الزيارة للدكتور مرسي البرازيلي. يعني هي من ساعات قليلة الرئيس مرسي أنهى أول زيارة رسمية للرئيس مصر للبرازيل، وصدر في نهاية هذه الزيارة بيان مشترك بين الرئاسة المصرية والرئاسة البرازيلية. الطرفين اعتبروا أن الزيارة دي بداية أو فتح جديد في العلاقات المصرية البرازيلية وفي التعاون اللي بين البلدين. كانت هناك 4 بروتوكولات تم توقيعها خلال هذه الزيارة اللي بدأت من الأمس واليوم، والنهاردة كان تم الاتفاق على أن هناك تعاون، وخصوصا وما يلفت النظر فيه تعاون في إنتاج الطائرات المشتركة. يعني وكان فيه قبل كده تجربة مع مصر بين مصر وبين البرازيل في تصنيع السيارات، إلا أن البرازيل هي شقت طريقها في تصنيع هذه السيارات وتصنيع المحركات. المرة دي ان هيبقى في تصنيع مشترك بين مصر والبرازيل، اضافة الى ان لو نظرنا الى ان الميزان التجاري المصري البرازيلي هنكتشف انه يميل الى صالح البرازيل باكثر من تقريبا 10 اضعاف. وبالتالي فهو ان هناك اتفاقا ما بين مصر والبرازيل على زيادة التبادل التجاري بين الطرفين، ربما يتم في تحقيق نوع من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين. نعم. لو انتقلنا إلى الخبر التالي، لا تقنين لمخالفات المباني ومجالس استشارية في المحافظات بديلا عن المحليات. النهاردة كان هناك اجتماع لمجلس مصغر للمحافظين في محافظة العليوبية. المجلس ده اشترك فيه 8 محافظين و3 وزراء، منهم وزير التنمية المحلية، والتصريح على لسان وزير التنمية المحلية فإن هناك مشروع قانون هيتم عرضه على مجلس الوزراء لتغليظ العقوبات على التعدي على الأراضي، سواء بالمباني المخالفة في الإسكان أو التعدي على الأراضي. فيما يتعلق بالمباني المخالفة، إحنا اعتدنا في الفترات السابقة، وهو ده اللي عمق نوع من العشوائيات حول كافة المدن، أن هناك مخالفات في المباني بعدها يتم تقنينها وتم مدها بالكهرباء والماء والماء والصرف الصحي وغيرها، وبالتالي تصبح أو تكتسب شرعية موجودة على أرض الواقع. المرة دي إن ما فيش أي نوع من أنواع المصالحات مع الاعتداء على الأراضي أو خصوصا في ناحية المباني فيما يتعلق بتوصيل المرافق ليها أو التعامل معها، سواء بالبيع أو الشراء أو التسجيل في الأراضي العقارية. بمعنى أن هذه العقارات ستكون مخالفة
على طول المدى إذا صح هذا الإجراء، وبالتالي فإن هناك اعتداءات على الأراضي الزراعية هيتم وفقا لتصريح وزير التنمية المحلية بأنه سيتم تغليظ العقوبات على الاستيراء على الأراضي الزراعية والتعدي عليها تصل إلى حد المصادرة للصالح العام، وده لأول مرة في قانون في القانون هيتم تغليظ مثل هذه العقوبات في الدولة. وزير التنمية المحلية أيضا قال أن قانون الانتخابات المحلية أوشك على الانتهاء أو جاهز تماما، وأنه حتى يتم إصدار هذا القانون فإنه سيتم تشكيل مجالس استشارية في المحافظات بديلا عن المجالس المحلية، وأن المجالس الاستشارية دي هتضم طوائف كل طوائف الشعب مختلف الطوائف فيها ويتم تمثيلها في هذه المجالس، وهتاخد نوع من الحرية الحركة أكثر بكثير مما كانت عليها المجالس الشعبية إلى حين انتخاب إجراء الانتخابات المجالس المحلية، وهتكون هتغذي نوع من اللامركزية. يعني إحنا بنعاني دائما من المركزية في اتخاذ القرار، وبالتالي فإن المجالس الشعبية دي لما كانت بتاخذ قرار أو تتبنى مشروع من المشروعات كان بتلجأ إلى النقطة المركزية في القاهرة، وبالتالي بيتعطل المشروع. والمشروع القانوني الجديد أنه لن تكون هناك مركزية في اتخاذ القرار، وأن هناك تكون مساحة أوسع في تحقيق لا مركزية اتخاذ القرار. لو تحدثنا عن محصول القمح 5600 جمعية تتولى التسويق، أنا أتمنى أن يكون هذا الخبر صادق، لأن الخبر في مثل هذا التصريح اللي منسوب إلى مسؤول في بنك الائتمان الزراعي التنمية الزراعية بيقول ان متوسط انتاج الفدان من هذا العام وصل الى 18 اردب، وفي بعض المناطق وصل الى 20 اردب، وهو رقم لم يتحقق من قبل غير مسبوق بالمرة. وفقا للتصريح ان هناك 4.5 مليون انطار هيتم توريدهم للحكومة من جانب المزارعين بالسعر التشجيعي، وان الحكومة رصدت 11 مليار جنيه لشراء هذا القمح، وانه لن يتم تحميل المزارع اي اعباء او مصاريف ادارية بما فيها عمليات النقل وعمليات توفير الفوارغ وعمليات خصم المستحقات السابقة والمديونيات وغيره، بحيث ان الفلاح يعني قد يتمكن من ان هو يحصل على نتيجة عمله طوال السنة اللي فاتت ديت في زراعة محصول القمح. وبالتالي أنا شايف إن ده يعني خبر ممكن يندرج تحت يمكن أمنية كان الواحد بيتمناها في فترة من الفترات، إن احنا نبدأ تحركنا على طريق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح. لو تحدثنا عن الضريبة العقارية، أول يوليو إخضاع 15 مليون وحدة سكنية و 7000 مصنع. هو ده تصريح على لسان برضو رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وقال ان هو في 15 مليون وحدة سكنية يتم اخضاعها للضريبة العقارية اعتبارا من يوليو المقبل، وفي 17 الف مصنع برضو هيتم اخضاعهم. قبل كده كان هناك تصريح وهو اعتبارا من يوليو تحديدا مع بدء العمل بالموازنة الجديدة، قبل كده كان في تصريح ان هي المصلحة انتهت من فحص 40 مليون وحدة سكنية، انما يبدو ان ما يمكن ان يمثل او ما يخضع لقانون الضريبة العقارية وهو مجرد 15 مليون حتى هذه اللحظة. وقال ان هناك 60 يوم للطعن على قرار تقدير الضريبة العقارية. نتمنى ان هي تكون في ضوء المعايير الجديدة اللي هي كان بيقول ان هو هيتم اعفاء المسكن الوحيد مسكن الاقامة من الضرائب وغيره، وانه هيتم رفع الحد الادنى من قيمة العقارية من 500,000 الى 1,000,000 جنيه. يعني اتصور ان هو ممكن يحقق بعض من العدالة الاجتماعية اللي احنا بننشدها. نعم، لو اتكلمنا عن ايضا اول شهر المقبل التسجيل لاستخراج بطاقات تموين جديدة دون شروط، واضح تماما ان احنا مقبلين على مرحلة جديدة من زيادة الاسعار بصورة مبالغ فيها، الى درجة ان وزارة التموين قد تنازلت تماما عن الشروط اللي كانت بتضعها
في مسألة استخراج البطاقات التموينية، وكانت الشروط كانت شروط ساذجة تماما، يعني انهم بيشترطوا لا يزيد دخل المواطن الموظف الحكومة عن 1500 جنيه، وان صاحب المعاش لا يزيد معاشه عن 1200 جنيه، وان العامل في او في القطاع الخاص لا يزيد عن 800 جنيه، وده كان شروط استخراج البطاقات التموينية. وزارة التموين تنازلت تماما عن هذه الشروط وفتحت الباب اعتبارا من يونيو المقبل للتسجيل لاستخراج بطاقات التموين لكل فئات المواطنين. ده معناه او بيديني مؤشر ان احنا مقبلين على موجة عالية جدا من ارتفاع الاسعار، وده اللي هيخلي الناس من الممكن انها هتعاني بعض الشيء في المرحلة المقبلة. ضرورة وجود بطاقات تموين، يعني بطاقات تموين يعني من الممكن انها تمثل الحد الادنى من احتياجات المواطنين من السلع التموينية فيما يتعلق بالزيت والسكر ومثل هذه السلع. يعني السبت محاكمة مبارك على الهواء مباشرة، دي طبعا إعادة محاكمة، إعادة المحاكمة طبعا، لأن ده في ضوء محكمة النقد اللي حددت الموعد، وإن هو جرى السماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع جلسات المحاكمة. المحاكمة هيبقى فيها مبارك ونجلي ووزير العدل وستة من مساعديه، وديت المحكمة وافقت لأربعة وأربعين جهة أجنبية إنها تغطي المحاكمة، وافقت تقريبا لمية وحداشر صحفي بشرط إن هم يكونوا أعضاء في نقابة الصحفيين للدخول إلى قاعة المحكمة وتغطية مثل هذه المحاكمات. وإن كنت أعتقد أن مسألة النقل من الممكن نعم. أخيرا الخبر الأخير، إسرائيل تعتذر لمصر عن الاعتداء عن دبلوماسيين بكنيسة القيامة. ده طبعا حادث راجع الى الاحتفال بسبت النور، وهو عندما توجه مسؤول دبلوماسي مصري الى كنيسة القيامة للمشاركة تم منعه من خلال الحواجز الامنية من الشرطة الاسرائيلية. ايضا تم الاعتداء على راعي الكنيسة المصرية في هناك، وكان داخل لكنيسة القيامة البابا او الانبا اثناسيوس، وهو في طريقه لهناك تم الاعتداء عليه. النهاردة تم استدعاء وفقا لراديو إسرائيل، ونقلا عن راديو إسرائيل أنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي في القاهرة إلى وزارة الخارجية، وأنه قدم اعتذارا رسميا إلى الحكومة المصرية عما جرى، ووصفوا بأنه تصرف غير لائق من جانب الشرطة الإسرائيلية هناك. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العظيم درويش، شكرا جزيلا لك. شكرا يا أستاذ مجاهد. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل. سكرتير التحرير من داخل جريدة الأهرام. عالم يتبدل واقعه في كل لحظة، ولكل لحظة قيمتها، ولأننا نعلم ذلك نفتح عيوننا على كل الوقائع على مدار 24 ساعة مباشرة من دون تدخل، كي تعيش الواقع كما هو وتتفاعل معه. رؤية الجزيرة مباشر، تلفزيون الواقع الإخباري. معنا تصنع الخبر، تحلل الخبر،
تعبر عن رأيك دون تدخل. شارك معنا عبر سكايب بالصوت والصورة على حسابنا الخاص AJM.مصر. عدنا إليكم مرة أخرى من جريدة الأهرام، وينضم إلينا في هذه الفقرة كل من الأستاذ هاني عمارة مساعد رئيس التحرير، أهلا بك أستاذ هاني، والأستاذ عبد العظيم الباسل مدير التحرير ونائب رئيس الديسك المركزي لجريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ عبد العظيم. أهلا بك أستاذ مجاهد. لو بدأنا مع الأستاذ هاني عمارة في الصفحات الداخلية، الصفحة الثالثة، لمسة وفاء لأعضاء حكومته السابقين، قنديل يطرح على الأتراك الفرص الاستثمارية بمحور قناة السويس. نعم، يعني دي لمسة وفاء من دكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لأعضاء حكومته اللي هم خرجوا من هذه الحكومة، من هذا التغيير أو الذي سبقاه منذ عدة أشهر، واستقبلهم في مقر مجلس الوزراء، ويعني تم تكريمهم، ودي لفتة كريمة منه. منهم بقى وزير البترول والإعلام العدل والمالية والزراعة، كل المجموعة التي خرجت في التغيير هذه المرة، بالإضافة للمجموعة التي خرجت من قبل يعني. ودي لمسة يعني طيبة من رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هيتوجه غدا اللي هو الجمعة إلى إسطنبول بتركيا، هيشارك في مجلس الأعمال المصري التركي، وهيطرح مجموعة من المشروعات للاستثمار في مصر، في مقدمتها محور التنمية بقناة السويس غدا بمدينة تبوك أي السبت، ويستمر حتى 23 من مايو. القوات المصرية تبدأ التدريبات العسكرية المشتركة مع نظيرتها السعودية. نعم، هذه تدريبات يعني تحدث للمرة الثالثة بين القوات المسلحة المصرية والقوات السعودية الشقيقة، وبتبدأ في مدينة تبوك بالسعودية، وبالفعل هي وصلت هذه القوات إلى هناك، وده يعني أعتقد أن دلالته السياسية أعمق بكثير من دلالته العسكرية، لأن بيؤكد أن التعاون بين مصر والسعودية يتجاوز التعاون السياسي والاقتصادي، بل يعني يتسع للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، ورسالة يعني أن العلاقات يعني في على مستوى جيد بين مصر والسعودية. في نفس ذات الصفحة، رئيس هيئة الأوقاف ينتقد أداء الموظفين، التعديات تجاوزت 3.2 مليون متر. نعم، فعلا رئيس هيئة الأوقاف قال تصريحات مثيرة جدا، بيقول يعني ان احنا عندنا أملاك الأوقاف واستثمارات الأوقاف ممكن، يعني قال بنفس التعبير انها ممكن تحل مشاكل مصر الاقتصادية، ان احنا عندنا املاك ضخمه جدا وعندنا ثروات ضخمه جدا، ممكن من خلال اقامه المشروعات تتم توفير ملايين فرص العمل. وبينتقد قال ان الوضع الحالي بالنسبه للاجراءات او الترتيبات او التشريعات القانونيه التي تحكم عمل الهيئه في الفتره السابقه، قال بالتحديد بتشجع، يعني قال بنفس التعبير بتشجع المواطنين والموظفين على يعني التعدي على املاك الدوله او المشاركه في مساله الـ 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 يعني مش عاوز اقول اذا كان بالرشوه او بالتزوير او الكلام ده، وده بيؤدي الى اهدار يعني مساحات شاسعه من املاك الدوله، وقدرها هو باكثر من 2.3 مليون متر على مستوى الجمهوريه. لو انتقلنا أذهاني إلى الأخبار المحلية، تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة الثلاثاء، مدارس القاهرة والجيزة جاهزة لامتحانات الابتدائية والإعدادية. نعم، يعني بهذا الخبر نكون قد بدأنا يعني الماراثون الصعب للثانوية العامة، والضغط اليومي للأسر واللي هم يعني أولياء الأمور الطلاب، يبدأ الأرقام الجلوس، تسليم أرقام الجلوس، تبدأ الاستعداد للامتحانات، تنتهي الامتحانات، ننتظر معاناة النتائج، ثم بعد معاناة النتائج نبدأ في معاناة التنسيق. يعني هي يعني موسم المعاناة بالنسبة لأولياء الأمور اللي هم عندهم طلاب في الثانوية العامة، يعني ربنا يكون في عونهم. نعم، في صفحة الاقتصاد، وزير البترول في تصريحات للأهرام، تطوير معامل التكرير وزيادة إنتاجية الآبار بتكنولوجيا متطورة.
يعني يعني نتمنى ان تكون هذه التصريحات تصريحات يعني على مستوى الذي قالها. وبالفعل يتم احنا عارفين ان احنا مصر بقالها على مدار اشهر سابقه بتعاني معاناه رهيبه جدا من مساله ازمه السولار، وفي بعض الاماكن البنزين 80. فنتمنى ان يكون يعني زي بيقولوا ادم وزير البترول الجديد ادم خير، ويعني تنتهي هذه المعاناه اللي فعلا يعني معاناه رهيبه جدا، من خلال سواء بقى يطور الانتاج ولا يطور الابار ولا يطور معامل التكرير. ان كل ده الكلام ده محصلته صفر اذا لم يترجم الى حل الازمه، خدمه حقيقيه تحل الازمه على الارض. شكرا ليك يا استاذ هاني. لو انتقلنا للاستاذ عبد العظيم ونبداها بمواجهه عدد الجمعه، القمح بين حلم الاكتفاء وواقع الاستيراد، هذه المواجهة بين السيد حزين رئيس لجنة الزراعة مجلس الشورى، هدفنا سد الفجوة وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لكن على حساب المحاصيل الأخرى. في المقابل عبد المجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين المستقل، التصريحات الحكومية عن زيادة الانتاج مجرد أمنيات، الدولة تخلت عن دورها وتركت الفلاح العوبة بيد التجار. في الحقيقة المواجهة هذا الأسبوع يعني اللي قامت بيها الزميلة زينب عبد الرازق والأخت كريمة عبد الغني، المسألة مهمة جدا لسبب لأنه في كلام استدعي عن القمح وزيادة إنتاجيته، البعض بيقول أنه وصل 9 مليون طن والبعض الآخر يقول أن هذه مجرد تصريحات، إلا أن هذه الأزمة هي قديمة وتتجدد. كلنا نحلم طبعا بأن نصل الاكتفاء الذاتي من القمح، وهذه المسألة كانت حلما يتراود الحكومات السابقة، وحكومة ما بعد 25 يناير قالت أو أكدت أو بنت استراتيجيتها على زيادة الإنتاجية هذا العام، وبالفعل هناك زيادة في الإنتاجية، ولكن نحن نحتاج إلى ما يقرب من 14 مليون طن قمح سنويا، ده حجم الاستهلاك السنوي، بننتج منه في المتوسط من 7 إلى 8، بيقال إن احنا وصلنا إلى 9 و10 أحيانا، نتمنى أن تكون هذه الأرقام صحيحة، إلا أننا ما زلنا أيضا بحاجة إلى استيراد حوالي 4 مليون طن أو 5 مليون طن لسد الفجوة بين الاستيراد والإنتاج. ولكن تبقى أزمة القمح أزمة الفلاح بشكل عام القائم على زراعة القمح، تبقى أنها محتاجة لنظرة. في شك أن الفلاح المصري بيتعرض لضغوط في عملية تسويق إنتاجه، بيتعرض لموجة من غلاء الأسعار في مستلزمات الإنتاج وفي الأسمدة وخلافه، أيضا هناك أكثر من 320 ألف فلاح لديهم ديون لدى بنك التنمية، ووعدوا البنك أو وعد البنك بأن هذه الديون في طريقها إلى الجدولة أو في طريقها إلى السقوط، وما زالت أيضا لم يشعر الفلاح بحل تجاهها. من هنا تأتي الأزمة ممثلة بين الأخ حزين اللي هو رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، وبين عبد المجيد اللي هو أساسا رئيس اتحاد الصحفيين المستقلين، كل منهم الفلاحين المستقلين، فكل منهم بيحاول يدافع عن وجهة نظره، إلا أن المسألة محتاجة أيضا من جانب الدولة أن ترعى الفلاح، لأنه هو عصب الإنتاج وعصب الاقتصاد المصري بشكل كبير. لو انتقلنا إلى صفحة اهتمامات الناس وتصريح للدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، استراتيجية من 5 محاور لتطوير القاهرة. اهتمامات الناس صفحة طبعا أسبوعية بيقدمها الزميل جمال الكشكي، وهو ركز في هذا العدد على اللي هي المحاور الجديدة لمحافظة القاهرة من ناحية، وهناك أيضا خبر هام نتمنى أن نتعرض له أو تصريحات خاصة برضو بمسألة نقص الأدوية. بالنسبة لاستراتيجية العاصمة أو المحاور الخمسة اللي تقوم عليها استراتيجية العاصمة، وتعني بها أن لابد أن تظهر العاصمة في ثوب جديد، أو لابد أن هي تتخلص من مشاكلها ووجعها المزمنة، وكانت أيضا هناك دراسة قديمة نتمنى أن محافظ القاهرة الحالي يستدعيها، أن كان هناك مستقبل العاصمة كان مقسم إلى 4 قطاعات، وكان هناك محافظين سابقين كانوا بينادوا بأن يكون هناك 4 نواب محافظين للقاهرة، والبعض قال مش تزايد أن القاهرة محتاجة لحكومة لإدارة مشاكلها، بل قطع القاهرة محافظة كبيرة جدا، ومعروف أنه بيقيم بها أكثر من 20 مليون نسمة بين زائر ومقيم، من 16 إلى 4 ملايين بيترددوا عليها. فمن هنا لابد أن تصاحب استراتيجيات تطوير باستمرار، وهذا يمكن دفع أسامة كمال المحافظ الحالي في أنه يحاول أن يضع منظومة النظافة على رأس أولويات القاهرة، منظومة المرور والحل الجذري لها على رأس أولويات المحاور الجديدة، أيضا أن ترجع القاهرة بما لها من قاهرة تاريخية وثقافية وفاطمية، ترجع لأن تكون محور سياحي هام، بالإضافة إلى أنه بيستدعي المحور الأخير الممثل في الجهود الذاتية، والممثل أيضا في الجمعيات الأهلية أن تلعب دورها إلى جانب الجهات المسؤولة أو الأجهزة المسؤولة داخل العاصمة، حتى تبدو القاهرة كعادتها التي كانت نظيفة تاريخية جذابة
تمثل عاصمة لمصر التي تعرف بأنها أم الدنيا. نعم. وسيكون هناك في تبقى لما قاله المحافظة سيكون هناك مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل كشف عن تفاصيل هذه الاستراتيجية. في نفس الصفحة تقرير عن مديونية وزارة الصحة تهدد علاج الفقراء نقص 460 صنف دواء من الأسواق. هذه قضية هامة جدا، يعني بنشكر الزملاء على إصرتها، لأن المسألة هنا النهاردة إن في الشركة القابضة للأدوية هي شركة، ووزارة الصحة هي التي تمول المستشفيات وتشتري الأدوية من هذه الشركة للمستشفيات. فلما يكون هناك حوالي 460 صنف من الأدوية ناقص في المستشفيات الحكومية والمستشفيات العامة، من يدفع ثمن هذا الإهمال؟ هو المواطن البسيط أو الذي لا يملك إلا أن يعالج في مستشفيات الحكومة. مسألة كلها 600 مليون مديونية وزارة الصحة لدى الشركة القابضة، 600 مليون جنيه. 600 مليون جنيه أنا أطالب الحكومة المسؤولة في وزارة الصحة والمسؤولية التضامنية أن تبادر بدفع الديون المتأخرة لوزارة الصحة للشركة القابضة عشان تقدر تمارس تباشر إنتاجها. ده في الوقت اللي فيه ايه، حتى الادويه المستورده مهدده طبعا بسبب ارتفاع اسعار الدولار، فهناك الماده الخام نفسها متعثره في الصناعه لدرجه ان في هناك خطوط انتاج بالكامل خرجت من دائره الانتاج. استاذ عبد العظيم، لم يتبقى لنا في هذه الفقره الا نصف دقيقه، لكن التحقيق لابد ان نمر عليه. سكان المقابر يموتون احياء، هي المساله برضو قضيه قديمه بتتجدد. سكان المقابر دي ناس قعدت في المقابر لحين ميسره كما يقال، والحين ان الدوله تنتبه اليهم وتبني لهم مساكن. مش ممكن ابدا ننساهم 15 او 10 سنين داخل المقابر، لا يشعرون بحدائق ولا يشعرون بمتنزهات ولا ينالون الحد الادنى للحياه، هو يجور الاموات. فالناس النهارده بتقول لك خلاص، يعني يا تعتبرونا احياء يا تعتبرونا اموات عشان نحل المشكله. استاذ عبد العظيم الباسل مدير التحرير ونائب رئيس الديسك المركزي الاهرام، شكرا جزيلا لك. انا اللي شكرا. الاستاذ هاني عماره مساعد رئيس التحرير، شكرا جزيلا لك. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل اخر فقرات سكرتير التحرير من جريده الاهرام. كل نوافذ الجزيرة باتجاه الحدث وتفاصيل الجزيرة .net. صفحة الجزيرة على الفيسبوك وعبر تويتر. شارك .الجزيرة.net. خدمة الجزيرة موبايل. كيف ترى تطورات الأمور في الساعات القادمة؟ بين النور والظلام تكمن الحقيقة. أهلا بكم، هذه الفقرة الأخيرة لنا في هذا البرنامج من جريدة الأهرام، وينضم إلينا كل من الأستاذة سهير حلمي نائب رئيس التحرير والمشرفة على ملحق الجمعة. أهلا بك أستاذ سهير. أهلا وسهلا. والأستاذ سامي القمحاوي رئيس الديسك المركزي لبوابة الأهرام الإلكترونية. أهلا بك أستاذ سامي. أهلا بك. لو بدأنا مع الأستاذة سهير وجولة سريعة في ملحق الجمعة.
احنا هنبتدي من صفحة 2 من بر مصر. في معنا اكتر من موضوع، يمكن ابرزها عنوان بيقول تحذير من عودة فيران النكسة. اللي حصل ان زميلنا الاستاذ خالد مبارك عمل تحقيق طريف وهام جدا وعلمي نتيجة لوجود عدد كبير جدا من الفيران في بعض المناطق في العشوائيات وغير العشوائيات نتيجة لتراكم القمامة في الشارع. فرصد الظاهرة وتوجه للعلماء والمسؤولين المختصين وسألناهم هل اللي حاصل ده نتيجة لتحول جيني انحرف بسلوك الفيران، ما عادتش بتخاف من القطط، يعني ده اللي لاحظناه، القطط ما عادتش بتاكل الفيران زي الأول، أو الفار بيشوفها ما بياخدش منها. فالعلماء أقروا بده فعلا إنه هو مش تحول جيني انحرف بسلوكها، ولكن خلل بيئي. كتر القمامة خلى حجم الفيران بقت كبيرة، فالفار ما بيزيد حجمه ما بيخافش من القطة. فالعنوان مستوحى من تكرار الظاهرة حصلت بعد حرب ونكسة 67 تحديدا، وبعد التهجير كان في ظاهرة وجود فيران صحراوية كبيرة، وكانت وصلت الحالة أنها بتنهش جثث الموتى. فالتحقيق بيلقي الضوء على الظاهرة وأنه لازم نكافحها، لأنه ابتدوا يحصل حالات في القرى سيئة جدا يعني تجاه الأفراد. في معانا في صفحة 3 حوار مع الفنان التشكيلي محمد عبلة، وهو حوار متميز عن فن الجرافيتي. طبعا الجرافيتي كلنا عارفين انه فن تشكيلي ثوري وأداة احتجاج كان بين الشباب، وزي ما بيقال كده دايما بعد الثورات كل شيء بيخرج للشارع. امريكا اللاتينية بعد ثورتها الجرافيتي انتشر فيها بصورة كبيرة جدا، واحنا عندنا في مصر قبل ثورة يناير كان في بعض الرسومات على استحياء أو بتحفظ نتيجة لسطوة النظام الأمنية، ما كانش فيه مطلق الحرية زي ما موجود دلوقتي. شارع محمد محمود طبعا كلنا عارفين أنه تحول بعد الثورة لمتحف مفتوح ومرسم تشكيلي متاح للجميع وللزوار. بس الفنان محمد عبلة بيحلل الفن بين الشخص اللي بيرفضه والشخص اللي بيقبل عليه، وبيقول كلاهما منتمي بطريقته. ولما سألناه الزميل هاني فاروق سأله هل ممكن تنظيم الفن ده، قال في حالة الحراك الثوري من الصعب وضع ضوابط لأي شيء. في حوار أيضا معنا مع الأستاذة ضحى حفيدة الشيخ عبد الرحمن الكواكبي، وهنا عارفين الشيخ الكواكبي من رواد التنوير والقوميين العرب الكبار. هو اتولد في حلب وجي مصر سنة 1899 بنصيحة من جمال الدين الأفغاني هربا من الاضطهاد الدولة العثمانية. المؤسف انه المقبرة بتاعته تحولت لمقهى وتم الاعتداء عليها، وحفيدته بتحاول ان هي تلملم تراثه وأوراقه، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أخذ على عاتقه فكرة إقامة منتدى ثقافي لأعمال الكواكبي. في معانا أيضا ملف عن مخاوف من ضياع سيناء وتفتيت مصر. ده ملف مهم قوي عمله الزميل محمد حسين أبو الحسن، وهو تناول بالتحليل دراسة وضعها إيلاند مستشار الأمن القومي الإسرائيلي سنة 2008. ملخصه بيقول ملخص الدراسة أو المقترح الإسرائيلي إن مصر هتتنازل عن 720 كيلومتر من سيناء لإقامة دولة غزة، في المقابل إسرائيل هتضم مساحة مشابهة من الضفة وتدي مصر مساحة مقاربة من صحراء النقب. والمشروع ده هيضاعف مساحة سيناء 3 مرات وهيصفي القضية الفلسطينية وينهي تماما مقولة عودة الفلسطينيين وبقاء أي وطن لهم. في معنا أيضا موضوع عن المستقبل الغامض لمنطقة افتراضية. العنوان غريب شوية، هل الشرق الأوسط موجود في الواقع؟ طبعا الشرق الأوسط المؤلف الكتاب بيقول كمساحة ممتدة من أفغانستان للمغرب، مش امتداد جغرافي واحد ولا في وحدة عادات وتقاليد، بالذات بعد ثورات الربيع العربي كلمة واقع افتراضي اتقال عليه نتيجة لظهور شبح التقسيم والتفتيت والعودة للطائفية والنزعات الإقليمية الانفصالية. في معانا برضو فناننا المبدع طغان
بيواصل حلقاته الجميلة عن ذكرياته مع رفاق الزمن الجميل. النهاردة بيتكلم عن سعد زغلول فؤاد، وده كان يعني ثوري مصري كتير جدا من الأجيال الجديدة ما تعرفوش، والموضوع بيلقي الضوء على الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر، وحفل بكتير قوي من الأسرار. هي فرصة لقراءة هذا الموضوع. شكرا لك يا أستاذ سهير. ننتقل سريعا إلى بوابة الأهرام الإلكترونية. أستاذ سامي، التصريح الخاص بوزير التعليم أن الثانوية والدبلومات الفنية والإعدادية شهادات معتمدة وما نشر عن إلغاء الابتدائية غير صحيح. طبعا يعني هو الغريب النهاردة في التصريح أو ده يمكن اللي بقى معتاد دلوقتي، أنه المسؤول بيقول التصريح وبعد يوم أو اتنين بينفيه، وأحيانا في نفس اليوم بينفي التصريح. الحقيقة التصريح السابق يمكن عرضناه في الحلقة اللي فاتت من سكرتير التحرير، كان وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، كان بيضم ثلاثة من التلاميذ وطلاب، هم بنتين، واحدة في أولى ثانوي وولد في أولى ثانوي وبنت في رابعة ابتدائي، ضمهم لمكتبه الإعلامي بعد ما أجروا معاه حوار صحفي وحس إن هم متميزين على هامش الاحتفالية دي. الأسبوع اللي فات الوزير قال إنه الشهادة الابتدائية في هناك اتجاه لإلغائها لأنها ليست نهاية مرحلة دراسية، وأن التعليم الأساسي نهايته الشهادة الإعدادية. الحقيقة النهاردة وتخفيف على كاهل وتخفيف ولإلغاء الدروس الخصوصية. الحقيقة هو يعني روح الكلام مش مختلفة، بس هو الوزير النهاردة في لقاء في محافظة القليوبية قال إن المادة 18 من القانون 139 لسنة 81 بتنص على أن الصف السادس الابتدائي ليس شهادة وإنما هي سنة نقل عادية، وقال إن الشهادات المعتمدة حسب هذا القانون هي الثانوية والدبلومات الفنية والإعدادية وفقا للقانون. وقال غنيم إنه من يثيرون أزمة عليهم قراءة القانون أولا، يعني بقت المشكلة طبعا في المتلقي إنه لازم يعرف إن القانون إنه الابتدائية ليست شهادة. والوزير طبعا تناسى إن إحنا معتدين من سنوات طويلة أن هي شهادة وبتجرى لها امتحانات على أنها شهادة. لو انتقلنا إلى مفاجأة وزير الداخلية، من وزير التعليم إلى وزير الداخلية، وتصريحه مصلحة السجون لا تمتلك ما يفيد بأن الرئيس مرسي كان معتقلا بوادي النطرون وهران. نعم، هي دي كانت فعلا مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها في حوار تلفزيوني في وقت متأخر من مساء أمس اللي هو محمد إبراهيم وزير الداخلية، إن هو قال إنه سجلات سجن وادي النطرون ليس بها اسم الرئيس محمد مرسي، وأنه لم يكن معتقلا فيها ولم يهرب، وقال إن هو استفسر عن هذا الأمر بنفسه من مساعد الوزير لمصلحة السجون، وإنه الأخير أكد لي إن اسم الرئيس مرسي ليس ضمن كشوف المساجين الذين تم اعتقالهم وإيداعهم سجن وادي النطرون والهاربين منه، رغم إن الواقعة ثابتة. ويمكن مكالمة شهيرة من الرئيس محمد مرسي وقت الهروب لقناة الجزيرة مباشر مصر، كانت مكالمة طويلة عن ما حدث، كان وقتها الجزيرة أو الجزيرة. نعم. لو انتقلنا إلى النائب العام، وهناك عدة بلاغات تم إحالتها، بلاغ ضد الشاطر ومالك لنيابة أمن الدولة العليا، وبلاغات ضد أبو اسماعيل وآخرين للنيابة العسكرية بتهمة إهانة الجيش. نعم، النهاردة الحقيقة النائب العام أحال عدد كبير فعلا من البلاغات، منها بعض البلاغات أحيلت للنيابة العسكرية للتحقيق فيها، لأنه طبعا القانون بينص على أنه أي شيء يتعلق بالجيش هي النيابة العسكرية المخولة بالتحقيق فيه. الحقيقة دي بعض البلاغات اللي مقدمة ضد شخصيات سياسية وحزبية، طبعا أبرزهم حازم صلاح أبو اسماعيل رئيس حزب الراية. البلاغات فحواها ان هم بيتعمدوا في تصريحاتهم، ليهم تصريحات إعلامية بيتعمدوا التقليل من قدر المؤسسة العسكرية وتعمد إهانة القوات المسلحة وقيادتها. والنهاردة النائب العام أحال هذه البلاغات. البلاغات الأخرى فيما يتعلق بخيرة الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان وحسن مالك، الحقيقة هو ده بلاغ مقدم للنائب العام بيطعن في الإفراج الصحي الذي تم عنهما، تم عنهم إفراج صحي وسط في وقت تولي المجلس العسكري الرئاسة في مصر، إن هما كان حكم عليهم في القضية المشهورة بميليشيات الأزهر اللي هو العروض العسكرية اللي كانت في جامعة الأزهر سنة 2006، وتم الحكم عليهم في 15 أبريل 2008 لمدة متفاوتة. كان الشاطر
وحسن مالك مفترض ان هم يفضلوا في السجن حتى 14 ديسمبر 2013، وتم الافراج الصحي عنهما، وقع عليه المشير حسين طنطاوي. الحقيقه البلاغ بيقول انه الافراج الصحي، هم كانوا قضوا 4 سنوات من العقوبه في الوقت ده، وقالوا انه هذا الافراج الصحي لم يراعي الخطوات القانونيه المفروضه او اللي كان مفروض يعمل بيها، ان هو يكون عنده حاله عجز كلي او جزئي، وانه يتم الكشف عليه من طبيب السجن ثم يعقوبه كشف من الطبيب الشرعي. فقالوا ان هو لم تجرى هذه المراحل، وبالتالي بيطالب باعادتهم لمحبسيهما حسن مالك والشهر. نعم. لو انتقلنا الى الجنايات، تؤيد اخلاء سبيل 11 متهما بالانتماء للبلاك بلوك وترفض استئناف النيابه. نعم، النهارده محكمه جنايات القاهره برئاسه المستشار صلاح الدين رشدي ايدت اخلاء سبيل 11 من المتهمين لمجموعه بلاك بلوك، كان تم ضبطهم بعد او عقب الاشتباكات اللي حصلت قدام دار القضاء العالي. كانت المحكمه رفضت النهارده استئناف النيابه على قرار جنح الازبكيه، كانت محكمه جنح الازبكيه افرجت عليهم قبل يومين، النيابه استأنفت. النهارده محكمه الجنايات رفضت استئناف النيابه. العجيب طبعا انه خلال الجلسه طبعا هم نفوا التهم الموجهة إليهم اللي هي كانت بالتجمهر والشروع في الإتلاف الممتلكات العامة والخاصة أمام دار القضاء العالي. المتهمين ومنهم فتاة اتكلموا عن أنهم تم القبض عليهم في أماكن متفرقة، يعني البنت قالت أنها تم القبض عليها في محطة العتبة لمترو الأنفاق وكانت في طريقها لدرس. حد تاني قال أنه تم القبض عليه في مول البستان في التحرير، يعني تم القبض عليهم في أماكن مختلفة، ونفوا طبعا التهم المنسوبة إليهم، وبالتالي المحكمة أيدت الإفراج عنه. لو انتقلنا إلى جامعة النيل، تحذر من عدم تنفيذ مدينة زويل حكم الإدارية العليا، وتتساءل متى كان الالتزام بالقانون كارثة قومية. نعم، النهاردة طبعا كان في لجامعة زويل كان في مؤتمر صحفي حضره الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكولا في مصر، كانوا بيتكلموا طبعا في المؤتمر الصحفي عن خطورة إلغاء فكرة جامعة زويل، وقال إن هي مش مجرد جامعة، دي بتقوم على مدينة أبحاث وأبحاث طبية مهمة جدا، هي مش مجرد جامعة عادية. فالنهاردة جامعة النيل طبعا بتحذر من عدم تنفيذ الحكم، وبتقول انه ده حكم الإدارية العليا باسترداد المباني، ده حكم نهائي وبات، وانه بتستهجن طبعا كل التصريحات اللي حصلت حوالين انه هذا الحكم ممكن انه يعني كارثة قومية اللي هي الغاء الجامعة، وبتقول انه لازم يتم يعني توفير أماكن بديلة، بس لازم تنفيذ الحكم أيضا لصالح الجامعة. لو انتقلنا لخبر آخر اللي حول الحالة الصحية، حامد يبدي استياءه من سوء معاملة المرضى ويعلن إلغاء العلاج على نفقة الدولة فور تطبيق الضمان الصحي الشامل. نعم، الدكتور محمد مصطفى حامد النهاردة وزير الصحة قام بزيارة مفاجأة للتأمين الصحي لمستشفى التأمين في مدينة نصر، وجولة مفاجئة على المجالس الطبية المتخصصة في مدينة نصر أيضا. الحقيقة خلال استمع لشكاوى المواطنين اللي هم واقفين في طوابير منتظرين قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأبدأ وكأنه مفاجئ الحقيقة الوزير بالمستوى الرعاية الصحية اللي بيقدم للمرضى، أبدأ أنه هو مستاء يعني منه، وقال أنه هيتم في القانون الجديد تغيير مشروع التأمين الصحي الشامل للرعاية الصحية الشاملة، وقال انه في هذا النظام الجديد لن يكون هناك حاجة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، لانه هتكون المظلة شاملة كل المواطنين. استاذ سامي القمحاوي رئيس الديسك المركزي لبوابة الاهرام الالكترونية، شكرا جزيلا لك. الاستاذ سهير حلمي نائب رئيس التحرير والمشرفة على ملحق الجمعة، شكرا جزيلا لك. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية هذه الحلقة من سكرتير التحرير، الى ان نلقاكم، لكم كل التحية والى اللقاء.